السلام عليكم لي جيمرز ارجينيان، اليوم جاناكم فيديو جديد كالعاده. بصح اليوم عندنا حلقه جديده تاع اكيناتور، حلقه ثالثه على ما اظن. قبل ما نبدا نلعب عندي هدرة لهادو كلام طايحين خشين في الكومنتير يلعبوها رجله. انا ما عاديش نطيح لك، طيحوا باليمات، زد في لي ديسلايك، وانا الحد الادنى تاع لي ديسلايك تاع لي جيم عندي 20 ما يفوتش ولا 30. تجي دي لي تحل لي كونت، تحل بزاف لي كونت والحسيد دي لي 20 ديسلايك، سما ما درنا والو. وتزيد طيح لي في لي كومونتير وما على باليش انا تلعبها راجل. الله يهديك، الله يهديكم خاوتي، اعطيكم الحسيد، دعموا ولد بلادكم رغم الامكانيات الضعيفه. مي عندي 800 ابوني، ندير لي فيديو و 100 مشاهده معليش فيها بركه، خير من اللي عنده بي سي جيمر و... وعنده شان فيها 20 ابوني برك ومش حاسي. كاين اللي عنده امكانيات ضعيفه ما عندوش بي سي، لا غالب زوالي. المهم خاوتي هذه هي، واللي عنده هضره جي قابل نجي طيح لي باليمات. وهذه هي خاوتي، والله يهدينا هذا ما نقول. بون خاوتي غادي نبداو في اكيناتور. انا اكيناتور المارد العبقري. لبداية اللعبة اضغط على العب. عليك التفكير بشخصية حقيقية خيالية. أنا سأحاول معرفة الشخصية التي فكرت بها. معلومة اللاعب، العمر عندي 17. العب. غادي نديرو كريستيانو رونالدو، شوفوا لا باين يلقى. الشخصية من الجزائر؟ لا. الشخصية أنثى؟ وارق غلط. هل تتكلم شخصية اللغة العربية؟ لا. الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ نعم. هل يلعب سبق له مع ريال النادي؟ نعم راه يلعب مع الريال، و راه قعرنا للبارسا بطروائن. هل تظهر الشخصية مسلسل تلفزيوني؟ طب لا. الشخصية أصول هندية؟ لا. الشخصية أصول صحيح جابة. نعم. الشخصية لها علاقة بالسحر؟ عبر كم مدحس خويا أكيناتور. لا. هل يوجد تقليد الأصوات؟ أنا لا أعلم، مش عايش معاه. هل فاز الشخصية بكأس أوروبا؟ نعم دينا فتش. كريستيانو رونالدو او جابه خاوتي، نجم كرة قدم. نعم استعرب بك خويا اكيناتور، ثقة حارة. نعم رائع. لقد حازرت الشخصية هذه المرة ايضا، انا احب اللعب معك. شغل ندير العب من جديد. شا غادي نديرو خاوتي؟ شا نديرو؟ نجي نخمم. ديرو من عنوك. الشخصية أصول جزائرية؟ راك فاهم. نعم. هل يلعب الريال؟ لا. الشخصية ضمن فريق رياضي؟ لا. العمر الشخصية فوق 40؟ من عنوك شحال عنده؟ نورمال مو نعم يكون عنده 45. هل تعترف شخصية لعالم الفن؟ والله ما لا بالي، و دار عرض في المسرح يا من الممكن. تعترف شخصية تمثيل؟ واو دي هذوك لي فيديو منه شخصية امرأة. بركا مدحس خويا اكيد دحس. لا. هل ترتدي الشخصية تاج ملكي؟ لا.
أسئلة هادو معقدين ما بيش على يقولهم. تمتلك شخصية لحية بيضاء؟ لا. أنا كان عندها بعض الشعر. شخصية متوفاة؟ لا. شخصية مت... نعم ضحك. شخصية طويلة قامة؟ أنا لا أعلم. واقصي شوي. الشخصية تحب الأنمي؟ لا. لدى الشخصية قناة خاصة به؟ وهي عندها قناة. تظهر الشخصية على الشاشة التلفزيون؟ ما أنا لا أعلم. هذا مشتاش مهم. تظهر الشخصية؟ نعم. الشخصية شعر رأس طويل؟ نعم. تحتاج الشخصية السباحة؟ أنا لا أعلم. دركت جميع. كان للشخصية دور في فيلم حربي؟ لا. أنا في 20 سؤال. هات لك روعك. اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. أصول سعودية؟ عبر كم الدحاس الأولى تقول جزائرية بعد سعودية. قدمت شخص برنامج في شهر رمضان؟ لا. قدمت جبه. لا لا راك فاهم. تم تقديمي بواسطة فخامة من نانوك. سيلبريتي ألجيريا سوق فيسبوك. تحية من نانوك. المهم خاوتي راهو سما من نانوك. شنديرو الشخصية التالية والأخيرة؟ غادي نديرو شنديرو نديرو زومبلا. زومبلا نورمالمون تعرفوه. العلم من جديد. حذرت شعر فرحان. غادي نديرو زومبلا. شخصية شهرة شخصية مرتبطة بكرة قدم؟ لا. هي خفيف خفيف. هل الشخصية متزوجة لدي أولاد؟ لا لا مش مزوج. هي هو مشهور يعني. طيب قال الناس تعرف ارجين ومامو في وهران قاعد يعرفوه. نديرو نعم زومبلا. نعم. هل الشخصية من الجزائر؟ نعم. هل تحتاج الشخصية الغناء؟ لا. فوق الشخصية عمر الشخصية فوق 40؟ نعم. الشخصية مأس عراقي؟ لا. الشخصية مريضة؟ لا. اشتغلت الشخصية بالغناء؟ مثلا لا. شخصية متوفاة؟ لا. شخصية ما عاديها برك مدة حاسة. شخصية تمثيل؟ أنا لا أعلم. من عالم خيال؟ لا. شخصية قاتل سفاك زومبلا قاتل مالك. هي ممتازة الشخصية بحواجب متلاصقة؟ لا لا. شعر رأس مجعد؟ من الممكن شو شعر رأس طويل؟ لا. بدأت مشوار فني منذ الطفولة؟ يوتيوبر؟ أنا لا أعلم. هو ماشي يوتيوبر. الشخصية كوميدية طريفة؟ نعم. فقط 40؟ نعم. رجل بلغة نكت سريعة والله لا نيشان. شخصية أصول أمريكية عبر كما الدحس. شخصية للشخصية أشرطة صوتية كوميدية؟ لا لا أعلم. بالك عبد القادر سيكتور ما جبتهاش لأنا مهم تاك أكينا تعرف كل شيء. ماشي هو ماشي على هذا. لا ما استمرش. علاش شوفو لنا مكاش كاع لنا زومبلا اكس الليلة ليش موجودة في القائمة زومبلا؟ زومبلا اولا زومبلا مضحك. هذه هي. برافو لقد على غلبتني. المهم غلبتك في التالية وحظ أوفر.
بون خاوتي، هنا تخلص الفيديو درنا فيها 10 دقائق، قصرنا معكم مع اكيناتور. ان شاء الله تعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديرولنا جيم. اذا عجبك الفيديو دروك لايك، اذا ما عجبكش دير ديسلايك. ما تبقاش تطيح في كومونتير تلعب عليه رجله ومنه طيح تلعبها طيح في المورال في الكومنتير، تنتقد في الانتقادات السلبية تاعك. بلوك مش قاعد تشوف، مش قاعد كومونتي تلعبها راجل. هذه هي مليح لكم البلوك، وسامحونا ما درناكمش في سكام. ماشي مريقلة دعوة ديريك لكم من وين ديركم في سكام. ام جايين فيديو لفيديو شابين، رغم ما نقص الامكانيات ما نقدرش ندير لكم انا يا براك اوبس ولا ما لاباش اللي نقدر عليها نديرها خاوتي. وش نقول لكم، تهلاو في رواحكم. اي بيس.